تتكلم عن رئيس الملائكة ميخائيل اللي احتفلت به الكنيسة أول أمس يوم الجمعة صباحا المقدس الإلهي، وأيضا اليوم في هذه الكاتدرائية اللي هي باسمه. اليوم تحتفل الكاتدرائية بعيد رئيس الملائكة ميخائيل رئيس الأجناد السمائية القائم في كل حين أمام عرش النعمة الإلهية يشفع في جنس البشر. كلمة ميخائيل اسم مركب من مقطعين، الأول ميخا معناه قوة، والثاني إيل ومعناه الله، أي معنى الاسم قوة الله. لذلك لجأت الكنيسة إلى حمايته لها ودفاعه عنها بقوة الله في تجاربها وضيقاتها. وقد جاء عنه في العهد القديم أنه حدث لما كان يشوع عند أريحا أنه رفع عينيه ونظر وإذا برجل واقف قبالته وسيفه مسلول بيده، فصار يشوع إليه وقال له: هل لك أنت أو لأعدائنا؟ فقال: كلا، بل أنا رئيس جند الرب. الآن أتيت. فسقط يشوع على وجهه إلى الأرض وسجد وقال له: بماذا يكلم سيدي عبده؟ فقال رئيس جند الرب ليشوع: اخلع نعلك من رجلك، لأن المكان الذي أنت واقف عليه هو مقدس. ففعل يشوع كذلك. فقال الرب ليشوع: انظر، قد دفعت بيدك أريحا وملكها، جبابرة البأس. وهذا يعني أن يشوع القائد، أن يشوع القائد لشعب الله بعد موسى النبي، قد رأى ميخائيل رئيس الملائكة وهو بمجد عظيم، وقد أظهر له أن الاستيلاء على أريحا أمر هين وبسيط، وقد وضع في يده أيضا ملكنا، وذلك زيادة في ثقته بالانتصار على أبطالها العتاة الأقوياء. أما في العهد الجديد فعن رئيس الملائكة يقول معلمنا بولس الرسول: لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس الملائكة
بذوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا. أما يوحنا الحبيب فيقول عنه في رؤياه: وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، وحارب التنين وملائكته، وانتهت المعركة بانتصار رئيس الملائكة على التنين الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان، فطرده من السماء إلى عالم الظلمة، وطرحه إلى الأرض وأجناد الشرف الذين معه. إن الملائكة أرواح خادمة مرسلة للخدمة لأجل العبيدين أن يرثوا الخلاص، وقد جعلهم الخالق للمؤمنين به حراسا ومرشدين ومساعدين لهم على النجاة من الضيقات. فإن الله يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل قربك. لهذا تكرم الكنيسة الملائكة، وعينت اليوم الثاني عشر من كل شهر من شهور السنة القبطية تذكارا لرئيس الملائكة، ولكن أشهرها اثنان. الأول في شهر هاقور وهو الآن، والثاني في شهر بارونة. وكم من العجائب التي تمت بشفاعة رئيس الملائكة ميخائيل، وما أجمل أن نستمع إلى واحدة منها كما جاءت بمجمر البابا أثناسيوس الرسولي. وهي لنستمع: كان بالإسكندرية رجل فقير ليس له مهنة يعيش منها، وكانت له امرأة تقية تعمل وتكد لتحصل على الجود الضروري لها ولزوجها، ولم يكن فيما تحصل عليه الكفاية، فطلبت من زوجها أن يبحث عن عمل يتكسب منه ليستعين على الحياة، ولكنه لضعف صحته كان عاجزا عن العمل، فلجأ مصليا إلى الله بحرارة متشفعا برئيس الملائكة ميخائيل ليبسطه عملا يتناسب مع حالته الجسدية. فظهر له رئيس الملائكة في حلم وأمره بالذهاب إلى أحد أغنياء الشعب وأرشده إليه،
وذلك ليقترض منه مبلغا من المال ويتاجر به. وقال له ان طلب منك ضمانا فاخبره بان رئيس الملائكه ميخائيل هو الضامن لي. فتوجه الى الرجل ليستدين منه 300 دينار، فطلب منه الغني ضامنا لمال. فقال الرجل الفقير: ان رئيس الملائكه ميخائيل هو الضامن. وكان الرجل الغني رحيما تقيا ومؤمنا، فسلمه المبلغ المطلوب على ان يرده اليه في يوم 12 هاطور من العام التالي. فاخذ الرجل الفقير المبلغ وسافر به الى بلاد بعيده وطار وربح مالا كثيرا. ولما قرب اليوم 13 من شهر هاطور وهو في البلاد البعيدة، فكر الرجل في كيفية تسديد دينه، وقد حان ميعاد الوفاء. فهداه تفكيره أن يضع صندوقا صغيرا في الماء، فقام وصنع الصندوق الصغير وكتب عليه اسم الضامن وهو رئيس الملائكة ميخائيل، وكتب اسم الرجل الغني صاحب المبلغ، وأيضا كتب اسمه هو على الصندوق، ثم وضع داخل الصندوق قيمة المبلغ مرتين وختمه وألقاه في البحر. ونادى مصليا: يا رئيس الملائكة، أرجو أن توصل الصندوق إلى الرجل الغني. وفي الحال استجابت السماء وساق رئيس الملائكة حوتا كبيرا، ابتلع الصندوق وسبح في الماء إلى أن جاء إلى شاطئ الإسكندرية يوم 11 هاطور الذي احتال به الرجل الغني أن يكلف الصيادين ليصطادوا له السمك للاحتفال بالعيد. فطرح الصيادون الشباك في البحر ولم يستطيعوا أن يصطادوا في ذلك اليوم سوى ذلك الحوت، فأخذه الرجل الغني منهم وسلمه إلى الطباخين ليصنعوا منه طعاما لتوزيعه على الفقراء. وفي أثناء قيامهم بمهمتهم وجدوا داخله صندوقا صغيرا، فسلموه للغني الذي احتفظ به عنده ولم ينتبه للمكتوب عليه، كما نسي أن يفتحه. وبعد شهرين عاد الرجل
الذي كان فقيرا إلى بيته يحمل معه مالا كثيرا، فلما علم الغني أرسل إليه طالبا منه مبلغ الدين، فحضر إليه وأخبره بما صنع، أي بالطريقة التي أرسل بها المبلغ إليه في ميعاده. فتعجب الغني من إيمان الرجل، وقام وأحضر الصندوق ورأى الكتابة عليه وفتحه، فوجد به مبلغ 600 دينار، فاندهش لذلك ومجد الله كثيرا، ثم أخذ 300 دينار اللي هم الحق، أخذ 300 دينار فقط وهو ما يستحق، وأعاد للرجل 300 دينار الأخرى الزائدة عن مبلغه. أما المبلغ الذي استرده الغني فقدمه لكنيسة رئيس الملائكة الميكائيل التي كانت في الإسكندرية في ذلك الحين. شكرا لإلهنا ومسيحنا الذي يعتني بنا، ولنسأل ببركة وصلوات وتسبيح جميع الملائكة والقديسين أن يرعانا وليكن معنا، ولمسيحنا القدوس